السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة هيكون سهل خالص وبسيط. هنعمل مع بعض فقاعات المية 3D، سهلة خالص وبسيطة. كل اللي هنحتاجه زي ما انتم شايفين قطعة كرتونة، وهنعمل فيها دايرة. طبعا انتم شايفين هنا احنا عملنا دايرة كبيرة بطبق، وعملنا 4 دايرات صغيرين زي ما انت شايف كده بعلبة صغيرة، او ممكن بطبق صغير برضو مفيش اي مشكلة. وممكن تشتغل بدايرة واحدة زي ما تحب. قبل ما نبدأ صلي بينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هتحط الكرتونة بتاعتك كده، وهتبدأ تجيب لون اسود، اي لون اسود مائي او بالبخاخ مفيش اي مشكلة. وهتدهني نص الدايرة اللي فوق، ركز معايا، يعني ما تدهنش النص اللي تحت. المرة دي احنا هنشتغل هنعمل النص اللي فوق بنفس الطريقة دي كده، سهلة خالص وبسيطة. تمام. بعد كده هتحطها في الجزء اللي جنبها. طبعا الارضية، قبل ما اكمل لك الارضية بتاعتنا، احنا عاملينها دهان مائي نص لامع او نص لامعة بلاستيك، لون السماوي، عاملينه بالازرق، يعني بتجيب تلوينة ازرق وتحطها على اللون الابيض بيديك اللون اللي انت شايفه ده. الموضوع سهل خالص انك تجيب اللون السماوي زي ما انت شايف. برضو بنفس الطريقة احنا بنعمل النص اللي فوق. طبعا هتعمل عندك الجدار بالكامل. هنا انا بعمل لك جزء صغير كده للتعليم. تمام، بنفس الطريقة دي كده خلاص احنا قربنا نخلص. في ناس بتيجي تدهن النص اللي فوق وتشتغل النص التاني اللي تحت على طول، وده غلط. لازم تشتغل بنفس الطريقة اللي انا شغال بيها كده، يعني تشتغل النص اللي فوق الاول اللي هو الاسود، وبعد كده هنشتغل النص اللي تحت عشان نبين المنظر بتاعنا 3D السهل. طبعا تقدر تشتغل بالالوان التانية مفيش اي مشكلة، الموف، الازرق، الاخضر، براحتك. الخطوة اللي بعد كده جبنا بقى الدهان الابيض المائي عادي او اي دهان ابيض عندك، ودهننا النص اللي تحت زي ما انت شايف كده، ونقطة في النص اللي فوق اللي هو الاسود. اهو عملت زي نص دايرة من تحت ونقطة من فوق. طبعا لو وصلت معايا لغاية هنا ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، ويا سلام لو تدعمنا باشتراكك الجميل، ده شيء يشرفنا والله. وتقول لحضرتك منين، من اي دولة بتشاهد الفيديو بتاعنا. طبعا تقدر تشتغل بالبخاخ زي ما قلنا يا جماعة. لو انت مش هتقدر تجيب الكمبروسر او المسدس، تقدر تعمل الشغل ده بالبخاخ الاسبراي. تمام، في بخاخ اسمه اسبراي معروف في اي محلات دهانات في مصر مثلا ب10 جنيه، في الخليج مثلا ب5 ريال، في الدول التانية برضو يعني تقدر تقول تمنه ممكن دولار في بعض الدول كده. الشكل عندنا اظن بدأ يتضح. الفكرة بسيطة خالص، كل الحكاية قطعة كرتونة. الكرتونة دي يا جماعة بتبقى ليه محطوط فيها الشيبسي، محطوط فيها اي حاجة، كرتونة فاضية يعني، هتشحتها ما تشتريهاش. ده الشكل خالص النهائي بتاعنا. وكان معكم اخوكم محمود الحلواني، وزي ما شايفين بقطعة كرتونة. وتنسوش الاشتراك واللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الفيديو ده يا جماعة احنا كنا عاملينه من 7-8 سنين على القناة الاصلية بتاعتنا الكبيرة، فاعذرونا على جودة التصوير، كنا لسه بنتعلم فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله.